بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا مع الفصل الذي عقده المؤلف في بيان أوصاف طالب العلم مع شيخه. قال: وينبغي أن يتواضع، وكنا قد توقفنا عند هذا الخلق، وقد قال الناس ما قالوا في التواضع، من ذلك تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فالنجم نراه في صفحة الماء ونستبشر برؤياه ونحب رؤياه وهو أمامنا في صفحة الماء، وحقيقته أنه في السماء. وهذا مثل للمتواضع، أصبر، هو مثل للمتواضع. أيضا عكسه الدخان، فالدخان يعلو وأنت تراه يعلو في حقيقته، وهو كذلك يعلو، لكن نهاية علوه ماذا؟ أن يتلاشى في السماء. فهذا حال المتكبر. ويمثلون للمتواضع أيضا بالسنبلة الملأة امتلئت قمحا، فيقولون: ملأ السنابل ينحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. السنبلة الممتلئة تنحني، تميل، وهي هي التي ينتفع بها، والفارغة شامخة، رأسها قائم منتصبة، وكأنها هي التي يستفاد منها وهي لا يحسن بها الاستفادة. قال المؤلف: ويتأدب معه بكل ما أوتي من أدب كبيره ودقيقه، يتأدب بقدر المستطاع، يبذل الأدب ما استطاع مع شيخه، حتى الذي هو ربما من العاديات، لكنه قد يظهر له ليس أنه ليس من الأدب، يتحاشاه ويتأسف لأجله ويعتذر فيه. والبارحة أقرأ كلاما للشيخ صالح العصيمي، وهو عضو هيئة كبار العلماء، وهو من العلماء الأفذاذ، وكلامه كله لا يكون، كلما قرأت منه لم تشبع. اسمه صالح العصيمي، يقول كلاما معناه: إذا رأيت الطالب مهما كان قدره يتكلم في مجلس الشيوخ فاعلم أنه لا خير فيه. إذا رأيت الطالب مهما كان قدره، لأن من الطلاب من هو مقرب، من هو قوي في العلم، يتكلم في حضرة الشيوخ فاعلم أنه لا خير فيه. لماذا؟ لأنه أخل بالأدب. ولهذا كان الناس يسألون في زمن الإمام مالك، فيقول العالم: أيفتى ومالك حي؟ أيفتى ومالك في المدينة؟ هكذا كانوا يقولون، كانوا يجلون المشايخ. أذل الناس المشايخ فأذلهم الله، أذل الناس المشايخ أذلهم فأذلهم الله. لهذا قال هنا: وإن كان أصغر منه سنا. قد يكون الشيخ أصغر منك لأنك تبت متأخرة، أما هو شبابه كرسه في العلم، وأنت تبت وأنت ابن 30 أو 40، أما هو فقد ختم القرآن بابن 7 سنين أو 10، وجعل يطلب العلم، فصار شيخا في سن مبكرة وأنت لازلت جاهلا. فهنا مهما كان الصغر لا يحملك حسدك على أن تتكبر على الشيخ وإن فاقك في السن. ولهذا عندنا في علم الحديث، في كتب علم الحديث، باب رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. عالم كبير يقول: حدثني فلان وهو أصغر منه سنا وأصغر منه علما، لكن لما كانت معه الحجة لم يتكبر. فالشيخ يحترم مهما كان سنه ويعامل بالأدب. قال: وأقل شهرة. قد يكون الشيخ المتحدث قد يكون أقل من الشيخ شهرة. لما؟ لأن الشيخ متفنن، وذلك الذي هو أقل شهرة متخصص، فيحتاج الشيخ أن يأخذ من المتخصص،
أحيانا مثلا الشيخ يريد أن يجلس لداعية لأن الداعية يتخصص في فن من الفنون والشيخ مطلع على الفن فقط ليس متخصصا، أو لأن الذي يتكلم له إسناد في كتاب وأما الشيخ ليس له إسناد فيجلس له لكي يأخذ عنه الإسناد. والشيخ أشهر، ومن اللطائف، هذه من اللطائف أحكيها لكم وبها نختم. في مجلس عبد السلام هزيل الأزهري حفظه الله، كان دارنا مجلس في الشمائل المحمدية ويمد فيه الإسناد، استأذنت من الشيخ تاعي إنه عيب تروح تحضر للشيخ وما تطلبش الإذن من الشيخ تاعك، عيب. قلت له يا شيخ فلان راح يدير دورة، إذا تأذن لي نروح. قال لي أكيد، قال لي تفضل، لكن لو كان رحت بلا ما نقول له ذا مش من الأدب، مش نحضر للشيخ آخر، لا يلزم استأذن من شيخي. وقال لي شيخي محمد بن خدل ما استأذنت منه، قال لي والله لو ما عندي التزامات كنت أنا أيضا نجي. ومقام شيخنا الله يبارك، يعني شيخنا مقامه عظيم، لكن شوفوا التواضع. قال لي والله لو كان ماشي عندي أشغال وما عندي بعض الالتزامات نجي نحضر معاكم. لما حضرنا الحلقة وبعدك اختاريت بالشيخ عبد السلام هزيل، قلت له أنا طالب عند الشيخ محمد بن خده ويبلغ لك السلام. وقال لو أنه ما عندوش التزامات يجي يحضر لك. عبد السلام هزيل شد في رأسه قال لي الحمد لله ما جاش. قال لي لو كان جاي يفضحني. قال لي الحمد لله ما جاش، قال لي لو كان جاي يفضحني. يعني تشوف بين المشايخ ما كاش مشكل، وللزوج يعرفوا بعضهم ويقدروا بعضهم. الإشكال إذا كان يكون في الأتباع، هما اللي يزيدوا الفتنة ويزيدوا المشاكل بين الشيوخ، وإلا الشيوخ كيتلاقوا تشوف العجب العجاب، لأن الشيوخ همهم العلم وولاؤهم وبراؤهم في العلم، أما الأتباع ولاؤهم وبراؤهم في الأشخاص، في زيد، في عمر، في شيخ فلان، لهذا هم يديروا المشاكل. على كل حال هذا من صور التواضع، وأظن نقتصر هنا على هذا القدر.